بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير زوار موقع zayocity.net، أينما كنتم وحيثما وجدتم، عيد مبارك وسعيد، وكل عام وأنتم بخير. لقاء مفتوح نستضيف فيه اليوم طفل ألماني اعتنق الإسلام منذ أزيد من سنة ويقطن بمدينة إسن الألمانية. إنه الطفل زكريا الذي اختار هذا الاسم بعد دخوله في الإسلام. زكريا، السلام عليكم. عليكم السلام. زكريا، كيف تعرفت على الإسلام؟ Islam gestoßen durch Freundin der Schule. Die haben mir den Islam erklärt und danach habe ich Videos gesehen und auf Seiten recherchiert. دخل الإسلام لأن أصحابه وروا له شوية على الإسلام، شاف فيديوهات في الإنترنت على الإسلام ودور شوية في الإنترنت لين فماكسيون. زكريا، الاسم ديالك والمهنة ديالك قبل الدخول يعني إلى يعني قبل الدخول في الإسلام، يعني الاسم ديالك يعني قبل زكريا، وشنو كدير؟ واش تلميذ ولا طالب يعني في ألمانيا؟ Also mein Name vorher war Kevin Hildebrand. Nun nennen mich viele Zakaria. Ich bin 17 Jahre alt und in Mülheim geboren. Lebe in Essen und gehe zur Schule. اسمي قبل زكريا كانت كيفن هيلدبراند. مهم زاد في ميلهايم في ألمانيا وعنده 17 عام. زكريا، هل عائلتك تقبلت اعتناقك للإسلام؟ Also meine Familie, meine Eltern, die haben das so allgemein angenommen, aber sie verstehen es halt nicht und können es halt nicht nachvollziehen und sie hatten anfangs Schwierigkeiten damit und aber langsam verstehen sie es und können es auch akzeptieren. العائلة ديالو في الأول ما كانتش بغات تقبل هذا المهم الإسلام، بصح في التالي فهموه وتقبلوا الإسلام. أشنو هي الأمنية ديالك؟ يعني أشنو كتمنى بعد دخول ديالك الإسلام؟ أشنو هي الأمنية ديالك؟ Wunsch ist es, dass halt meine Familie den Islam noch annimmt und auch allgemein viele Menschen den Islam annehmen und es halt mehr Frieden auf der Welt gibt dadurch. راح يتمنى باللي باش عائلة ديالو راح تدخل الإسلام. بزاف شباب اللي مازال ما دخلوش الإسلام باش راح يكون أسير. سؤال أخير، وأنت تتواجد يعني داخل بيت إسلامي بزيو، ما هو شعورك وإحساسك وأنت تقضي معهم أيام العيد؟ Also ich finde die Familie, wo ich momentan bin und auch die Menschen hier in Sejo, die sind halt sehr nett und haben mich sehr nett aufgenommen und sind herzlich und allgemein die Atmosphäre hier finde ich sehr schön. Auch heute zum Beispiel bei dem Gebet von Salat al-Eid fand ich die Atmosphäre halt im Vergleich zu Essen viel ganz anders, viel größer, halt die Straßen waren komplett gefüllt. Und die ganze Stadt hat sich halt zum Gebet bewegt. Ja. Die Familie und die Stadt Zeyo hat mir sehr gefallen. Und die Stadt, die hier in der Heid, hat mir nicht gefallen in Alma. Und die Salat war mir sehr gut. Und die Salat war in der Medina Amra bei den Menschen. شباب وهذا عمره شافه في حياته. شكرا زكريا، وكنت واجد من داخل واحد البيت سعيد من داخل مدينة زيو للمناسبة مع ناس حافظ ياك. بغيناك تقول لنا كلمة في حق هذا الطفل اللي اعتنق الدين الإسلامي في هذا السن المبكر، وشكرا.
أولا قبل كل شيء عيد مبارك سعيد لساكنة زيو والشعب المغربي قطبة. كنشكر الطاقم التقني وسي الوردي على هذا الروبورتاج. الحقيقة الروبورتاج كان درس، كنتمنى أو كنتمنى بصحيح العبارة أنه يكون درس وعبرة للشباب ديالنا اللي في زيو، وياخذوه عبرة، لأن زكريا كما كنشوفوا شاب ألماني اعتنق الإسلام، ولكن الاعتناق ديالو كان بواحد الصعوبة، صعوبة كبيرة، لأنه ألماني وكيعرف اللغة الألمانية فقط. يعني الاعتناق ديالو كان اللغة العربية كتشكل له عائق كبير، حاول ما يمكن يندمج مع المغاربة في إسن وفي الجامع في المسجد تما في إسن، والحقيقة بصراحة استطاع أنه يكون إنسان مندمج مع المغاربة ومع المسلمين بصحيح العبارة. اللي كنتمناه هو أنه الشباب المغربي ديالنا وبالأخص الشباب زيو ياخذوا عبرة بأن الإسلام جاء بالنسبة لهم سهل، باللغة العربية كيهضروا اللغة العربية، قاري القرآن الكريم، وللأسف الشديد ما كنشوفوهمش في المساجد كيصليو، بخلاف هذا الإنسان الألماني أنه الأوقات ديال الصلاة ما كيخطاهاش. وبالأخص اللي عجبني فيه هو أنه كيصلي بالجماعة كإمام. أعطوه الناس ولاد زيو، أعطوه المسلمين مبادرة أنه ياخذ الإمامة أنه يصلي بالجماعة، وكان بصراحة نعم الإنسان وكيصلي بجماعة، وفصاحة اللسان اللي عنده، فصاحة القرآن اللي عنده يعني خارقة. وشكرا على زيو سيتي على هذا الروبورتاج، وكنتمنى أن الروبورتاجات أخرين يتزادوا، وشكرا. متصفح الجريدة الإلكترونية زيو سيتي نت، كنشكروا عائلة بن طالب عمرو اللي استضفتنا في المنزل ديالها، كنشكروهم، وإلى أن نلتقي في لقاء آخر، لقاء مفتوح مع ضيف آخر، نقول لكم إننا نحبكم. وقبل أن نودعكم نترك الطفل زكريا الذي اعتنق الإسلام يشنف مسامعنا بآيات من الذكر الحكيم. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام حتى متى الفجر، صدق الله العظيم.